يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الطلاب الذين في الابتدائي أو في المتوسط والذين لم يبلغوا الحلم، هل يجوز لوالدهم أن يأخذ ما يأتيهم من رواتب في مدارس التحفيظ أم لا يجوز له ذلك؟ لهم أن أولادكم من كسبكم، له أن يأخذ، له أن يأخذ ما يعطون لأنه والدهم وهم من كسبه، أنت ومالك لأبيك. نعم.